مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. آخر يوم نتكلم فيه عن الثراء. راح نشوف تجاربكم، راح نشوف كيف أثر النية وكيف خلفية الجوال اشتغلت معاكم. بس أبغى قبل ما أدخل في هذا الموضوع أذكركم أنه عندنا آخر يوم أيضا للتسجيل في كورسات الثراء، واللي راح تغلق وما راح تفتح إلا بعد سنة. وأبغى أقول لكم شكرا، مليون شكرا. شكرا لكل شخص حضر الكورسات، لكل شخص حضر إنستغرام لايف، لكل شخص حط النية، لكل شخص حط خلفية الجوال، لكل شخص تفاعل وتعاطف معنا واهتم بالموضوع وسمع الموضوع و يعني تفاعل مع الثراء ومع موضوع الثراء. حتى الأشخاص اللي انتقدونا هذا الشهر، ويعني هذا الشهر حصل اهتمام غير عادي صراحة. حصلنا اهتمام في نية الثراء وخفية الثراء غير عادية، وسلطوا على المال مو عشان يعني المال جذاب مرة. يعني كم صار لحنا نحط خلفية الجوال، نحط نية، نحط ما حد تكلم. يوم حطينا نية الثراء وخلفية الجوال يعني اطلعوا. فبرضو شكرا لهم، هم يعني سووا كثير حركة وكثير جو، ويعني خلفية الجوال وصلت إلى أكثر من 5 مليون شخص. خلفية جوال الثراء وصلت إلى أكثر من 5 مليون شخص وفقا للأرقام اللي عندي في السوشيال ميديا، أكثر من 5 مليون شخص. عشان تشوف قديش الثراء لماع، قديش الثراء جذاب، قديش مهم. طبعا مو كلهم مؤيدين، لكن كلهم اكيد يعني الموضوع انعكاس لهم او فكروا فيه او ناقشوا الموضوع. فكان الموضوع صراحة اخذ حيز من اهتمام المهتمين وغير المهتمين، وانبسطت يعني. انجلت كم مرة في تويتر هذا الشهر، بس انبسطت انه في اهتمام، صراحة في اهتمام كبير بموضوع الثراء. وانبسطت انه في ناس حضرت انستغرام، في ناس حضرت معنا يمكن على التيك توك، في اهتمام كثير في التيك توك في مقاطع الثراء. ايضا في تويتر في اهتمام كثير مقاطع الثراء. بالضبط جابتهم الفلوس. انبسطت انه في اهتمام. يعني مرات ما تقدر توصل للناس بطريقتك، طريقتهم يعني، والأموال طريقة يعني لماعة لجذب أي شخص في الغالب. فأبغى أقول لكل اللي كانوا موجودين معنا ودخلوا في موضوع النية ودخلوا في موضوع خلفية، شكرا 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 مليون شكرا مليون شكرا إنه أنتم يعني عطيتوا طاقة لهذا الموضوع ووصلنا المكان، وفي ناس استفادت، وفي ناس تغيرت حياتها، تحركت حياتها، في ناس على الأقل وجدت إجابات على هذه النية. وما قصرت والله، يعني اشتغلنا هذا الشهر شغل، يعني اللي حط النية، اللي حط الخلفية، اللي حضر الكورسات، اللي سوى تطبيقات وتمارين، اللي حضر انستغرام لايف، كله كان شغل يعني. وقدرنا ان شاء الله انه احنا نغير من افكارنا، نغير من مشاعرنا، نغير من نوايانا تجاه الثراء. خلونا نسأل الان ايش كان تأثير النية وخلفية الجوال عليك لهذا الشهر؟ ايش كان تأثير النية وخلفية الجوال لهذا الشهر؟ قولوا لي وش صار لكم، وش صار عندكم، وش جديدكم. تقولك أختي أهدتني كارما الثراء، كثر خيرها. حلمت أسلم على هيفا وحبي. طيب ودعوتي لوظيفة. سويت مشروع خاص فيني، مبروك مبروك حبيبتي. دينا تقول عرضوا علي ترقي في العمل، مبروك مبروك، أخبار جميلة. مشروعي بدأ يمشي وأنا جدا فرحانة. الله، حطيت خلفية الجوال بداية الشهر واليوم أرسل لي هكر رابط. انتبهي يمكن يكون قرصان. جتني علاوة في الشغل حبيبتي.
رجال الأعمال صاروا يردون على أسئلتي، قبل كانوا يطنشون. يعني قدرتي تشبكين في الذبذبات. 3 أشخاص عرضوا علي ندخل شراكة. أوه واو، 3، واو الله جبارة. على وشك أفتح متجر عبايات. خلود حبيبتي مبروك مبروك، الله يقويك. انجي تقول جتني زيادة على راتبي. آخ جتني كورونا حبيبتي، بسم الله عليك. قدمت على وظيفة وانتظر القبول. جتني وظيفة بوزارة الاستثمار بدبل راتبي الحالي. الله الله، زوجي عطاني معاش صار لفترة قاطع، ممتاز. عملت مشروع بسيط أجيب للمدرسة أكلات من محل زوجي، لكن ما ربحت، ما قدرت أسيطر على الموضوع. ما يخالف كبداية، لكن يكفي التجارب اللي كسبتيها من هذه، أو الأدوات اللي كسبتيها من هذه التجربة. اشتريت منزل ملك بقرض، مبروك. ممكن تبعني دي القرض، بس أبغى أقول لكم مبروك. أول وظيفة بحياتي، الله وناسة. أنا في العراق بعد النية تفاجأت أني سافرت لدبي. حبيبتي الله يقويك. جتني فلوس كثيرة كنت أبيها. يا سلام. طيب نوية الثراء انفصلنا أنا وزوجي، هو يعتبر ثري. خوش والله انفصلتوا الآن، يعني بعد ما حطيت النية. بس على العموم تعتبر التجربة اللي خطيها، كون أنه أنت عندك طبيعة الثري، شفتي فهمتي عرفتي، راح يكون سهل عليك أنك أنت تبنين ثراء لنفسك. قدرت أمشي خطوة في شغلي وتلقيت مبلغ حلو، ممتاز. رسمت على وجوه الأطفال في معارض مرتين وأخذت منها المال، الله. طيب ريما تقول متشوقة لنية الشهر الجاي، خلينا نختم صح. جاني عقد عمال، لقيت رد للنية. انا وش صار، انت وش صار معك، هل ربحتي بشيء؟ انا وش صار معي، خليني اراجع اقول لك. كثير اشياء كثير اشياء، في اشياء تنقال في اشياء ما تنقال. طيب في اشياء تنقال في اشياء ما تنقال، بس خلني اقول لك انه وش اقول، وش الاشياء اللي اقولها. اوكي، إذا تذكرون البراند السابق اللي سويته في المكملات الغذائية وبعدين وقفت البراند، طبعا سبب إيقاف البراند لأنه الشحن من أمريكا مكلف كثير، ومع أنه التجربة كانت مربحة، لكن بالنسبة لي يعني بغيت أفكر بطريقة تجارية أفضل، فغيرت الدولة. وهذا الشهر صدر أول إنتاج لنا من البراند الجديد، غيرت الاسم وغيرت، سويت كذا يعني كذا شيء جديد يعني، ومبسوطة بالنتائج اللي وصلنا لها هذا الشهر، بس لسه ما نزلت للسوق، لسه ما نزلت للسوق. هذا الشيء اللي أقدر أقول، لأنكم تعرفون التجربة السابقة في البراند السابق، فحلو إني يعني أحكي لكم التطورات. طيب وش بعد خلنا نأخذ، ان شاء الله في وقتها راح نسوي الاعلان، بس اقصد انه انا وصلت للمرحله اني شفت المنتج بشكل المادي. يعني السنه اللي راحت كلها واحنا في الاوراق وفي الاجراءات وفي الاختيارات ونختار التفاصيل، فالان انا شفت المنتج، طلع المنتج بشكل نهائي. فبالنسبه لي يعني هذا كثير تطور هذا الشهر. الله يبارك فيكم كلكم. طيب وش بعد يا جماعة؟ الله يبارك فيكم. حلمت بثري يعطيني فلوس دودي. عرفتي ولا ما عرفتي؟ رأيت أحلام فيها ثراء، الله. حصلت على مقابلة عمل وأنتظر الجواب،
طلع لي قرصان ونجحت في الاختبار. يس. لما احد يقول لي جاني قرصان ونجحت، ما تتخيلون قد فرحتي. ما لأني جاني قرصان ولا نجحت. جاني قرصان ولا نجحت ولا نجحت. ما كان عندي احد يعلمني، ما كان عندي احد يقول لي انه في كل مرحله ما في احد قال لي. انا طلعت القصه واعطيتكم اياها. فمره افرح لما احد يقول لي اه كفشت القرصان، اقول يس. طيب وش بعد؟ اخبار حلوه. كان القرصان شريك حياه. الله يعينك، والله الله يعينك. يبغى له يعني يمكن شوته، يمكن ما ادري صراحه، يبغى لك يعني تفكير جاد. طيب حلمت انه ايش؟ طيبين خاطري بالحلم. واحده قالت لك في الحلم كلميها وقولي لها، قلتي لها بعدين ما فهمت الحلم. عرض شغل تسويق هرمي يعتبر قرصان. وين انت؟ وين؟ في السعودية. نعم، خلنا نقول هالجواب كذا، في السعودية. نعم، يا كثر اللي حلموا بالنية. هذه لها تفسير اكيد اكيد. مرات الرد يجيك في الاثير، مو شرط يجيك في الحياة المادية، يجيك في الاثير. فاكيد الاحلام لها اعتباراتها، لها اعتباراتها في كل الاديان وفي كل الفلسفات وفي كل في كل مكان. الحلم له اعتبار. القرصان اخوي بس خلاص صرفته، برافو. حصلت على شغل لمدة شهر بأجر ممتاز، برافو يا سارة. حلمت بعيال الأمير سلطان. إذا شخص معين اقرأي عنه أو يعني شوفي وينه في الانستغرام، ممكن تجيك رسالة من خلال فهمك للواقع. جاني شيك 2 مليون بالمنام. الله الله. الخيالات لها اعتبار؟ لا لا، ما أقدر أقول إنها إجابة من الكون. لا طبعا. انسرقت حقيبتي، هذا هو القرصان. الحين جلست أنا من أول الشهر وأنا أقول يا جماعة القرصان 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 يا جماعة. إن شاء الله ما فيها مبلغ كبير. جاني عرض عمل لكن غير قانوني ورفضته. يعني قد يكون شكل من أشكال القرصان. دخل حياتي أثرياء جدا. الله الله، هذا مؤشر يعني ممتاز جدا، لأن ذبذبات الأشخاص الأثرياء ممتازة. حصلت هدايا، قبلت بوظيفة. طلع لي قرصان صديقتي واكتشفت بعد ما كنت مغمضة. الخسيسة هذه كويس انتبهتي. بديت اشتغل وحصلت فلوس. الله، هدايا دليل على النية اشتغلت. اكيد اذا كانت اكثر من المعتاد اكيد يفرق. جتني رسالة نصب على اساس من بنك. وضعت النية وخطيب يتوظف شركة مرموقة. كله كويس. يعني ما راح يجيك فلوس من الموضوع؟ بيجيك. ما راح يجيك شنطة الشنين؟ بيجيك. اشتريت منزل بعد مرور 14 سنة على زواجي. مبروك 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 يا مريم حبيبتي، الله يهنيك، ان شاء الله تنبسطين فيه. بديت اكتشف القراصنة، كنت اعتبرهم طبيعيين. جاني ساعة واسوارة ذهب. الله الله. طيب بديت مشروعي وخطوات ميسرة وطلع قرصان. جاني خبر طلع لي جنسية في بلد، وسافرت وعملت كورس. ايش كورس؟ ايش؟ ما انتبهت. حلو. جاني فلوس من ابوي، ممتاز. نويت الثراء وتيسرت اغلاق ديون الكريدت كارد. والله برافو برافو. زوجي طلع القرصان الخفي. مالي دخل يا جماعة، والله مالي دخل. طيب
دخلوا حياتي أثرياء أجانب صينيين أوف مرة واحدة، واشتغلت معاهم بوظيفة ودرموني مجانا. صينيين مرة واحدة؟ أنتي قفزتي المستقبل. أي أحد يحط بمبات بالصين الحين يعني مسبق. طيب وش بعد أخبار عندنا؟ جاني عرض وظيفي، تمسكوا فيني بوظيفتي. الله، أخو زوجي طلع قرصان. زوجي أعطاني مبلغ من المال، جاني مبلغ كبير ولله الحمد. أخوي وصديقتي حصلوا الجنسية بريطانية. لقيت خواتمي الذهب، كانت لها فترة مختفية. واو، بدأت أتعامل مع شخص ثري جدا بموضوع الدراسة. بعت كم منتج، برافو. طيب جتني أموال كثيرة هذا الشهر، جتني هدية وفلوس، جذبت شخص ثري، زادت المبيعات، خذت قرار وجاري التنفيذ. جت لي فكرة للثراء بس حاب أدرسها. انتصرت على قرصانة. الله، استلمت مبلغ مالي كبير، حلمت اني اتغدى مع الشيخ حمدان بن محمد. الله، اشتغلت مع زوجة احد فاحشي الثراء بالبلد. اخوي اعطاني فلوس وعزمني ايش في اويسس، حصلت على حقي من الورث بعد 12 سنة الحمد لله. فتحت بزنس، برافو برافو، بلغت على القرصان. عجبتني، ايوه كذا. بلغت على القرصان، تقول لك تعجبني. طيب حلمت ان الارض مليانه سبائك ذهبيه. صبغت الشيب، هذا من ضمن الاحداث. لا ما صبغت، موجوده. فتحت مشروعي الثاني. الله، تركي ولا لا تريكي؟ مبروك، جاني ورث وحلم في هيلاري كلينتون. أسست أول مشروع مع شريك، وتواصل معي شخص يطلب بطلب شراكة. هل يعتبر قرصان؟ ما ندري، لازم تقعد معاه وتشوفه وش بيقدم وش راح يقدم. جاني فلوس وزاد مرتبي. الله، جتني منحة جامعة بكين. يا سلام. طيب السفير اختارني من ضمن الناس للقاء، كيف استفيد من الطاقة؟ خلينا الشهر الجاي نناقش هالموضوع. طيب اليوم كانت مقابلة عملي حبيبتي، الله يوفقك. رحت حي سكني للأثرياء، حلو. زوجي ضيع طقم الذهب، يصير قرصان؟ هو ضيع، بس تأكدي من هاي المعلومة. اللي تقول ايش يعني قرصان، روحي لليوتيوب اكتبي سوين الناصر قراصنة المال تفهمين. شريت خاتم ذهب، مبروك. طيب ها خلاص كلكم قلتوا اخباركم الجميلة. جت عندنا بنت خالة مين الرئيس، ايش طارت علي. خطبني شخص غني، حلمتني دخلت على ملكة إليزابيث، اشتريت منزل بحي أثرياء. مبروك 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 حبيبتي. عندنا ثنتين صار عندهم منزل، عندنا كم ثلاثة ذهب، ساعات، مجوهرات،
المجموعة الأكبر حصلت لهم وظائف، طبعاً عدد لا بأس فيه، شافوا أحلام أو شافوا إجابات على أرض الواقع. فيه رجال أثرياء يحمون حول الجميع، وفي قراصنة يحمون حول الجميع، مقابلات وظيفية حلو، أخبار جميلة صراحة، أخبار جميلة. في ناس جاتهم فلوس، تايم تقولك سيارة، هذه أول واحدة تقول سيارة صح؟ سيارة، الله الله، برافو. أخبار جميلة صراحة. في كم شخص قالوا ما حسينا بشيء، ما شفنا شيء، ما تحققت النية، ما شفنا شيء، ما حصل أي شيء، ما لاحظنا أي شيء، ولا إشارة ولا رقم ولا. شوفوا مرات تكون في إشارات بس لأنها صغيرة ما تشوفها، هذا شيء. ومرات هو المتوقع إنه لسه في الطريق، إحنا اليوم ما راح نقفل النية. اشتريت شقة في حي سكني، الله، وبجنبنا رجل أعمال مشهور. المفروض الأماكن اللي ساكنين فيها الأثرياء هذولا تكون أسعارها غيرها. طيب، فإحنا ما راح نقفل النية اليوم، لكن النية تستمر معانا، بس إحنا نخفف تركيز عليها. فبالتالي ممكن الشهر هذا ما بين معاه شيء، الشهر الجاي بين، اللي بعده. المهم إن إحنا حطينا النية وأطلقناها، وهي تروح متى ما اكتملت لها الطاقة، متى ما اكتملت لها الأدوات، متى ما صار الوقت والمكان المناسبين راح تتجلى. طيب، خلونا بما أننا خلاص شفنا وعرفنا وش اللي صار خلال هذا الشهر، مبسوطة بكل أخباركم الجميلة، خلونا ناخذ أسئلة، نستفيد من الوقت وناخذ أسئلة. ممكن يكون فيها موضوع أو شيء ما تحدثنا عنه خلال هذا الشهر في مجال الثراء والمال. ممكن يكون فيه سؤال، يمكن تكون محتار تحضر كورس من الكورسات أو جلسة من الجلسات وانت متأكد تبغى تسألني، بما أنه إحنا آخر يوم في التسجيل. فخلونا نشوف الأسئلة. لمين تنصحين كورس كارما الثراء؟ لمين أنصح كورس كارما الثراء؟ شخص يعني يبغى يكون ثري، حط النية، ويبغى يعني يفهم موضوع الثراء أكثر. هذا هو الشخص اللي تناسبه كارما الثراء. سلطان يقول مجرد ما نطلق النية هي تجدد نفسها، ولا نجددها كل ما طرت علينا يوميا شهريا سنويا؟ والحين بداية شهر جديد، ممكن نشبك نية جديدة مع اللي قبل، تعدد النوايا. انت مجرد ما أطلقت النية، انت ما زالت هي موجودة، ما زالت هي مطلوبة، ما زالت هي رايحة تدور لها على زي ما نقول فتحة كذا تظهر منها أو تتجلى منها. مو بالضرورة أن نسوي تجديد للنية، أو مثلا نحدد مثلا خلنا نقول يوم شهريا نجدد النوايا وكذا، لكن أحب أنا أنه يكون في شيء يذكرك في النية. قد يكون رمز، قد تكون صورة، قد يكون شخص. يعني صاحبتنا اللي شرت الشقة وجنبهم رجل الأعمال، أكيد كل ما طلعوا في الشارع وشافت رجل الأعمال بتتذكر نية الثراء، حتى لو كنا نتكلم عن نية التنظيف أو دخلنا على نوايا ثانية وكذا. فمثل هذه الأشياء مرات في أشخاص أو رموز أو صور، أو مرات شيء مكتوب في الجوال أو شيء مكتوب في ملف عندك يذكرك بس بين فترة وفترة. لكن حتى لو ما سويت هذه الأشياء هي مشتغلة. أستاذ عبد الله سحاب معانا، شرفتني، أهلا وسهلا. موجود هو ولا بس أنتم تحشون فيه كأنه أحد قال إنه موجود؟ دكتورة سمية، أنا نويت نية الثراء، لكن كل ما أفكر إن عمري صغير، عمري 17، يجيني إحباط إنه صعب أكون لي مصدر دخل. إيش نصيحتك؟ أنا ما عندي نصيحة، أنا أبغى أحكي لك الواقع. أبغى أحكي لك إنه إحنا في زمن الجيل الجديد هو الذي يدير القصة طاقياً، وأبغى أحكي لك إنه أنت عندك الطاقة الكافية إنك أنت تظهرين إبداعك، ولو ظهر هذا الإبداع لطلبتي من أعلى مستوى. يعني خلينا نفترض إنه أنت كثير شاطرة في التكنولوجيا، صدقيني أكبر شخص في البلد راح يطلبك، راح تكسبين فلوس، راح يكون عندك بزنس، وراح
يشتغلون امك وابوك عندك، بمعنى انهم يعني يساعدونك ويأسسون لك بزنس ويكتشفون انه انت اللي تطلعين فلوس، صح ولا لا؟ فما المفروض انك تشعرين بهذا الاحباط؟ ما المفروض انك تشعرين بهذا الشعور انه انا يعني بعيدة عن اني احصل شيء؟ لا، ممكن انك تحصلين شيء، بس المهم ايش الابداع اللي عندك عشان تحصلين هذا الشيء. مريم تقول: هل صرف الاباء على الابناء بعد بلوغهم سن 21 يعتبر دين على الابناء تسديده فيما بعد؟ حسب الاتفاق، حسب الاتفاق. ممكن الاب يقول: شوف انت الان غير موظف وانا ماني ملزوم فيك، انت فوق 21 سنه يعني اطول مني واعرض مني واذكى واشطر مني وانشط مني، روح اشتغل وحصل رزقك. لكن بما انه الان ما عندك وظيفه وكذا، خلاص ماشي، انا بدفع لك المبلغ الفلاني شهريا، لكن مجرد ما تتوظف انت راح تسدد هذا الدين اللي عليك. كذا افهم انه دين. لكن اذا ما اتفقوا على انه دين، في الغالب راح يفهم انه عطيه، في الغالب، خصوصا حسب العرف الاجتماعي، حسب العرف الاجتماعي. صار لي يومين عند الاستيقاظ وانا شبه نايمه بطريقه لا واعيه، اتخيل المنتج واعدل عليه بطريقه غير منطقيه، حسيت اني اقدر التقط. طيب اوكي، انت راح تستفيدين في الثراء، بس اللي انا ابغاك انك انت تحضرين شفره كاليوبي، شفره كاليوبي اذا فتحناها. اطلب الحكومه مليون، هالشهر تم صرف بمقدار ضعف المبلغ ونصف، بعدها اتصلوا وقالوا في غلط، راتبي تم صرفه لشخص ما فهمت. خليني اقولك، مثلا انت تطالبين الحكومه مليون، مثلا يمكن مسوي مشروع للحكومه، طيب، وفي فاتوره الحكومه بتسدد لك اياها قيمتها مليون، بعدين جو بيسددون الفاتوره سددوا مليونين ونص، بعدين كلموك قال لك والله سوري بالغلط، بس المبلغ حقك راح لشخص ثاني وهذا المبلغ وصلك بالغلط، كذا قصدك؟ بالنسبه لي يعني اول شيء التاخير في الصرف هذا مو مريح، واحد التاخير في الصرف هذا مو مريح، اثنين انه وصلك المبلغ وضعف هذا حلو حتى وان كان بالغلط، بس اقصد انه الذبذبه موجوده. خلنا نقول ما هي الرساله. خلي القصه تنتهي، يمكن مو صح انك انت تكتشفين الرساله الان، خلي القصه تنتهي، وانه انت حصلتي على المال بالضبط ولا بزياده ولا بنقص، ما اعرف الموضوع يعني كيف، كانه ممكن يصير في زياده ممكن يصير في نقص ممكن يتاخر، خلي الموضوع ينتهي وبعدين شوفي اذا انت تبغين يعني ترجعين تشتغلين نفس الشغل هذا حتى لو تاخر المبلغ او حتى لو كان المبلغ ناقص او انه ممكن المبلغ يكون زايد، يعني تبغين تكملين القصه عشان تفهمين الموضوع. نازك: وضعت نية الثراء وهيكلة العلاقات، كيف أميز من يظهر في حياتي بسبب نية الثراء أم نية هيكلة العلاقات؟ لأنهم أناس جدد ولا أعرف خلفيتهم المادية وبعضهم مستفزين. شوفي، أبغى أقول لك الوضع المادي ما يخفى، يعني يخفى يوم يومين ثلاثة، بس في النهاية يعني في النهاية بتشوفين سيارة الشخص، بتشوفين بيت الشخص، بتشوفين هو راكب طيران ايش، درجة ايش، عرفتي في النهاية؟ يعني حتى لو بين كذا لابس اشياء فيك، بس في النهاية راح تبين الحقيقة، ما راح تتأخر، صدقيني ما راح تقضين ثلاثة شهور الا وانت عارفة المستوى المادي بالضبط بالضبط. في اشياء ممكن الواحد يدعي فيها، مثل الملابس، مثل المجوهرات والاكسسوارات، بس في اشياء ما حد يقدر يدعي فيها، ما حد يقدر يعيش في حي ثري في مكان فاخر ويعني يدعي هذا الادعاء. فبتبين هذه الأشياء، بتبين. لا، السر إنه أسئلتها جيدة. والله أسئلتها جيدة. شادن حبيبتي تقول: أطلقت النية بليلة رأس السنة، طلع لي قرصان وحرفيا كل الفلوس اللي معي أخذها. أخ إيه، حين من أول الشهر وأنا أتكلم عن القراصنة،
بس يلا خلنا نقول إيش الدرس، لكن ما أقدر أسترجعها ونزلت مقطع توعوي عنه وجاء عليه دعم كثير وكثير صار لهم نفس الموقف، صار فيه وعي يعني كذا حليت الموضوع. أقدر أقول إنك أنت سويتي كارما جيدة للموضوع، وإن كان يمكن ما تقدرين تسترجعين بس بلغي، تقدرين تبلغين زي صاحبتنا اللي قبل شوي بلغت، يعني يمكن تبلغين ولا تقدرين توصلين له أو تصيبينه، بس على الأقل يعني حاولي تحطين ضغط على الموضوع، حاولي تحطين ضغط على الموضوع. واللي سويتيه كثير ممتاز صراحة، كثير ممتاز. بس إذا في فرصة إنك تبلغين بليز بلغي، بليز بلغي. واللي سويتيه بيسوي ضغط عليه أكثر. بلغت حلو. ممكن تحليل مختصر لثراء ياسمين صبري ومحمد رمضان. مختصر إنهم هما وجدوا الاحتمال الأفضل. هذا المختصر. هذا المختصر إنه عرفوا الزر الصح. عرفوا الزر الصح. هذا اللي أبغى أقول. وإن كان طبعا الهجوم والعداوات اللي على محمد رمضان صراحة تدرس، يعني يمكن أنا مو متابعة جيدة، لكن ومع أني مو متابعة جيدة لما كنت في مصر كنت أدردش مع السواقين ومع الأشخاص اللي أقابلهم ومع الناس الويترية، أدردش معهم عن محمد رمضان وأحاول أفهم وجهات نظرهم، ليش الناس زعلانين، ليش ماخذين موقف، ليش كذا. فصار عندي تصور عن حجم التحديات اللي يواجهها. وصراحة يعني بغض النظر عن أنا معجبة باللون أو ماني معجبة باللون اللي قدمه، لكن حتى هذه اللحظة بطل. حتى وأعرف إنه في ناس تزعل عشان قلت هذا الكلام، لكني في شيء ما أقدر يعني أعبر عنه. لكن كون إنه الشخص يظل قادر إنه يوقف ويتوازن مع كل الضغط الاجتماعي وضغط السوشيال ميديا اللي يكون عليه، كثير كثير يعني إنه في قوة قوي. فأنا في هالزاوية كثير كثير يعني عجبني كيف هو عنده الشجاعة إنه يواجه كمية العداوة، كمية الحسد، كمية الغاضبين، كمية الناس اللي ما تبغى تشوف النجاح، كم شيء يعني. وعلى فكرة هم ساعدوا في النجومية، هذا بالنسبة لمحمد. بالنسبة لياسمين، ياسمين جميلة وذبذبة الجمال عالية. وأنا قلت لكم قبل لما سألتني صاحبتنا قبل يومين قالت ذبذبة الجمال تجيب الرجل الثري بدون أدنى شك تجيب الرجل الثري. يعني أغلب الأثرياء يحصلون على زوجات جميلات، تالي ذبذبة الجمال كثير ساعدتها، وأيضا الإبداع اللي عندها ساعدها. تقولك إذا كان الأب متطرف ويمسك الفلوس والأم متطرفة وتصرف الفلوس، الأطفال كيف يتوازنون؟ والله ما هو مستبعد إنهم يتوازنون، يعني في احتمال لا بأس فيه إنهم يكونوا متوازنين، لأنهم هم شايفين كل الخراب وعايشوا كل الخراب بكل التطرفات، زي اللي يقولون عندنا في المجتمع المرأة النشيطة في البيت والطباخة والشاطرة بناتها يطلعون كسولات، والأم الكسولة والبليدة بناتها يطلعون شاطرات وكذا وطباخات ويعني ربات منزل جيدات. ليش؟ انهم كانهم صار في انتباه، او كونها كسولة يعني ما صار امام البنات الا انهم يجتهدون يوصلون النتيجة. والعكس صحيح، كون ان الام كثير شاطرة في البيت وربت منزل ناجحة يخلي الناس تسترخي، يخلي انه كل شيء يعني موجود وخمس نجوم، فما في شيء يستدعي الاجتهاد. فنفس الشيء لما طفل ينشأ يشوف أبوه يشوف الغلط اللي هو فيه من التطرف في مسك المال وإدارة المال بطريقة غير متزنة، ويشوف الأم كيف أنها مسرفة، بالعكس ممكن ينشأ عنده نظام كثير متزن.
بدأت مشروع لكن أربكني مشاعريا ولا أشعر بأي متعة خلال عملي على المشروع، ما هي الرسالة؟ أو شيء أنت وشلون على أساس اخترت هذا المشروع؟ على أساس اخترت هذا المشروع؟ يعني مو كل مشروع ناجح راح يكون ناجح بين يدينك، وكل مو كل مشروع ناجح بين يدينك راح يكون ناجح مع أي شخص. لا تنسون هذه القاعدة يا جماعة، لا تنسون هذه القاعدة. طاقة الشخص لها معنى، طاقة الشخص لها معنى، لها فارق. مو كل شخص تعلم أساليب التدريس هو مدرس جيد، يقدر يسوي حصة كذا أي كلام. لا، مو كل شخص هو فعلا في دمه، في شغفه، في روحه، في رسالة روحه أنه هو يعلم ويدرس. حتى لو ما تعلم ولا أداة، يقدر يخترع ويكتشف ويتصل بكل الأدوات ويعلم بطريقة صحيحة وجيدة، وتلاميذه دائما مبسوطين منه ومستفيدين منه. فلا بد أنك ما تنسى هذه المعلومة. ما يعني أنه في مشروع ناجح يعني هو يصلح لي، لا. إذا المشروع يصلح لي راح يكون ناجح، إذا المشروع يصلح لي يناسبني راح يكون ناجح. مرات أنت عندك ذبذبات غير متناسبة مع طبيعة المشروع. يعني خلنا نقول في إنسان عنده ذبذبات غير متناسبة مع المجوهرات، فيروح يشتغل في المجوهرات. طب يا عمي ما تشبك معاك المجوهرات، طاقتها ما تشبك معاك. مرات شخص عنده مثلا يبغى يتصل يبغى يسوي مشروع في السيارات، طب انت في طاقتك السيارات يعني حظها مو جيد معك، السيارات ما تشتغل معك بشكل جيد، فبالتالي انت تورط نفسك لما تشتغل في مشروع سيارات. لكن ممكن مشروع سيارات صالح لاشخاص اخرين. فمهم جدا ان احنا لما نبدا المشروع نتاكد ان المشروع يناسبنا. ليش لما قلت لكم ارسلوا الافكار او المشاريع للإيميل اللي طرحت عليكم، واليوم آخر يوم لاستقبال المشاريع اللي يبغى يرسل، قلت لكم إنه إحنا نبغى الشخص اللي وراء المشروع، لأن الفكرة لحالها حتى لو كانت في كذا ورقة دراسة جدوى ناجحة ما تنجح بدون طاقة شخص هو أصلا مرتسق معها، ما تنجح، لا يمكن. ذلك مهم، مهم جدا 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 إن إحنا نعرف نختار المشروع المناسب. الآن أنت دخلت المشروع وخلنا نقول إنه أنت وسط القصة، طيب وش الحل؟ الربكة المشاعرية من وين جاية؟ أبغاك تكتب الأشياء اللي أربكتك مشاعريا وتحاول إنك أنت يعني تحلها، توجد لها حل. أيضا من ممكن إنك أنت توجد شريك، والشريك هذا شرط الشريك انه يكون يحب هذا العمل اللي انت فتحته. تخيل انك انت فتحت عمل وبعدين تضطر تروح تجيب واحد عنده شغف لهذا العمل بس يعني عشان يمشي. احنا نبغى طاقة تمشي، نبغى طاقة تمشي. فقد يكون هذا الخيار موجود، وقد يكون مثلا برضو في صورة اكبر هذا المشروع هو فقط للتجربة، حتى أنت تأخذ منه أدوات، تأخذ منه معرفة، تأخذ منه إدراك معين، تأخذ منه بعض الرسائل، وبعدين تفتح المشروع اللي يناسبك، أو من خلال المشروع تكتشف والله منتج محدد من خلال المشروع فتتخصص فيه أو تركز عليه، أو تكتشف جزئية معينة وتروح لها تدخل فيها أعمق. فقد يكون هذه هي الرسالة. تقول كيف أعرف الثري اللي بيساعدني أو الثري اللي عنده نية للاستغلال؟ لأنها صارت معي قبل مع ثري ادعى انه بيساعدني وطلع العكس. قصدك كيف تفرقين ما بين الثري والقرصان، صح ولا لا؟ كيف تفرقين ما بين الثري والقرصان؟ احنا حطينا قواعد 9 قواعد تقريبا تخليك اذا التزمتي فيهم تتجنبين خلنا نقول يمكن 90% من القراصنة، 90% من القراصنة. خليني أقول لك إنه جزء لا بأس فيه من القراصنة راح يظهرون أنفسهم على شكل أثرياء، راح يظهرون أنفسهم على شكل أثرياء، وقد يكون هذا شيء غير حقيقي. ومرات يكون حقيقي لما تكون في القرصان المرحلة الثالثة، لما يكون يعني مرتب الموضوع بطريقة لسرقة أفكار الناس وجهودهم.
يعني في 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 اشياء لابد انك انت تنتبهين لها مع اي شخص عشان ما تدخلين في سالفه هو قرصان مو قرصان. سوي الاشياء صح، اعمل الاشياء بطريقه قانونيه دائما طوال الوقت، اعمل الاشياء بطريقه قانونيه بطريقه صحيحه، خلي عندك محامي يشاوري، لا تسلفي احد. يعني في قواعد لابد انك انت تستخدمينها مع كل الناس عشان تضمنين انه ما يكون في قرصان. أوه لحظة، في سالفة، في قصة يا جماعة. أوكي، تقول لك أبو طليقي فلس بسبب موظفين قراصنة. واو هذه اللي توجع الظهر، لأن الموظفين مؤتمنين. طيب تتقال محاسب ولا يعني شخص مؤتمن يقوم بهذا العمل، شيء يوجع. وبقت موظفة ورجع غني، ممكن زواجهم سري، هي قرصان زوجته وأولاده. هذه بغالها فكفكة، ما فهمتها. أبو طليقي فلس بسبب موظفين قراصنة مال. أوكي ماشي، تصير أنه الموظفين يقرصنون ويعني يسرقون الأموال، وصارت قصص، سمعت قصص يعني مفجعة. سمعت في أحد الشركات، وهي شركة يعني كلكم تعرفونها بس بدون ذكر أسماء، يعني في الخليج تعرفونها، في أحد السنوات لما راجعوا الحسابات اكتشفوا مليار مليار مسروق، مليار، عصابة من الموظفين، المحاسب مع مدري مين مع مدري مين كذا، مليار مسروقة وكذا، يعني تتحول بطرق. فيصير لذلك لابد تكون في جهة رقابية أيضا مرات على الموظفين، خصوصا اللي في أماكن حساسة اللي ممكن يعني يكون عندهم يد على المال أو سلطة على المال. بقت موظفة، طيب خلنا نقول يمكن طردهم، طيب وبقت هالموظفة هذه ورجع غني، ممكن زواجهم سري، يعني هي تحلل تكون تزوجها زواج سري، هي قرصان زوجته وأولاده. أيوة، أنتي تبغين تدخلينا في قرصنة الزوج والأولاد. شوفي، إذا إحنا بنتكلم الآن زواج سري مو سري، يعني هي زوجته الثانية، فأنتي تقولين يعني هو الآن صار ثري، هل هي زوجته الثانية اللي كانت موظفة عنده؟ هي قرصانة، يعني بما أنها تفكر تقول تأخذ الأموال أو بتورث الأموال لما يموت أو هل هي قرصانة؟ يعني لما تجي واحدة تقولك والله أنا يعني كذا منشنة على واحد ثري شايب عنده زوجة وأبناء، تقولك هذاك ليه؟ لأن تفكيرها المال. فهل هي قرصانة؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ تعتبرونها قرصانة؟ صعب صراحة، ما أنا بالنسبة لي ما أقدر أعتبرها قرصانة. معقول أعتبرها قرصانة؟ لا، ما أقدر، لأنه في تراضي وكل واحد عقله في رأسه. طيب وإذا هالشايب يعني يبغى يعطيها فلوس عاد شو نسوي؟ على قولتها باحثة عن الثرى. حلو، عجبني التعبير، تقولك باحثة عن الثرى، يعني هالشايب عقله في راسه هو اللي قرر، يعني شو يسوي فيه؟ فلوسه يعني، عرفتوا؟ فهو قرر بكامل إرادته انه يتزوجها، ويعني هي يمكن تكون صغيرة وبتورث، والزوجة والأولاد اللي كانوا يعني يمكن منتظرين وقت طويل أو يعني يحسون أنه استحقاقهم أكثر لأنهم قضوا وقت أكثر أو ما أعرف. لكن ما أشوف أنها قرصانة، لا، صعب أقول أنها قرصانة. لكن عموماً الشيبان الأثرياء العيون عليهم، يعرفون هذا الشيء، يعني هم يعرفون هذا الشيء، وهم معقولهم فلوسهم، يعني هم باختيارهم. عموماً هو عنده درس قراصنة، وجوه قراصنة موظفين، وعنده درس يعني، وهذا يكفي القراصنة اللي مر فيهم يكفون. طيب يا جماعة، في ختام هذا الشهر،
أذكركم الكورسات راح تغلق أو أغلقت، ما أعرف، لا يمكن باقي ساعة أو كم ساعة. هذا شيء. الشيء الثاني، الإيميل لإرسال المشاريع برضو اليوم آخر يوم لإرسال المشاريع، إذا عندك مشروع أرسل مشروع. وأبغى أقول لكم شكراً، شكراً لحضوركم، شكراً لاهتمامكم، شكراً لحضروا الكورسات، شكراً لحطوا النية، شكراً لكل اللي تفاعلوا وتعاطفوا معنية هذا الشهر، واللي حطوا خلفية الجوال. ما قصرتوا، كلنا ما قصرنا، سوينا اللي نقدر نسويه، ونستعد إن شاء الله شهر جديد ونية جديدة وخلفية جوال جديدة. وشو بعد عندنا؟ كم كورس جديد وفيلم جديد، وخليكم معنا إن شاء الله، راح نستفيد وراح نستمتع. موضوعات الشهر القادم كثير جميلة، كثير جميلة. شكرا جزيلا، شكرا للايكات والقلوب. تصبحون على